تحت عنوان الدعوة المسيحية والشبيبة في عالم اليوم، وبدعوة من الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير، افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي المؤتمر الأول الدعوة المسيحية والشبيبة في عالم اليوم من أجل تنشئة كهنوتية متجددة للألفية الثالثة على خشبة مسرح البابا يوحنا 23 في حرم الإكليريكية. بعد كلمة ترحيب ألقاها الأبشوء كرم، تحدث البطريرك الراعي معلنا افتتاح أعمال المؤتمر قائلا: أجل، يسوع يحب الشباب وينظر إليهم بحب كما نظر يوما إلى ذلك الشاب، لأنه يريد أن يكون رفيق دربهم ومعلمهم الحقيقي ودليلهم إلى طريق سعادتهم. ويسوع يدعوهم لأن حبه لهم يفتح أمامهم طرقا مختلفة. الجميع مدعوون بحكم المعمودية، وفي إطار هذه الدعوة العامة يختار الرب لدعوات خاصة. ويسوع يرسل الشباب لإعلان الإنجيل في العالم كله، وهذه رسالة كل مسيحي. وأشار البطريرك الراعي أيضا في كلمته إلى أن الإكليريكية تعقد هذا المؤتمر لأن الأباء المعنيين بتنشئة الإكليريكيين بحاجة ماسة إلى معرفة واقع المدعوين إلى الكهنوت والحالة الرهبانية من أجل إيجاد أفضل السبل لتوفير التنشئة لهم. نرجو لهذا المؤتمر النجاح فيما يصب إليه من أجل نجاح التنشئة الكهنوتية المتجددة للألفية الثالثة، والتوصل إلى إعداد كهنة ومكرسين ومكرسات يكونون وفق قلب الله. من ثم انطلقت أعمال المؤتمر، وتناول المتحدثون في جلساتهم الافتتاحية مواضيع عدة تتعلق بالشبيبة وحضارة ما بعد الحداثة، وكذلك التحديات التي تواجه العائلة والمجتمع.